سيداتي أنستي سادتي السلام عليكم، مرحبا بكم، أسلمتكم في عدد جديد من حصتكم اللي تعودتوا عليها الآن، صحة سكان. في صحة سكان راح يتناولوا واحد الموضوع بدون شك راح يهم الجميع. تقولوا لي وعلاش نقول لكم؟ موضوع اليوم هو الطب والجراحة التجميلية، لا ميديسين إلى شيروجي إستيتيك. طبيعة الحال لوم مودرن إلى فام مودرن، يعني الرجل العصري والأمرأة العصرية تهتم بالمظهر تاعها. كيف لا؟ حتى المرأة اللي وصلت لسن اليأس، بالرغم أنا ما نحبش الكلمة هذه تاع سن اليأس، ولكن بفعل هرمونات ربما كاين تجاعيد غولاشمون إلى آخر ذلك، ولكن حاليا لا فام ميم في لاج هذايا اللي توجور أكتيف، تجري، تعمل، دير كلش، نفس الشيء بالنسبة للرجل، شيء طبيعي أنهم يهتموا بالمظهر تاعهم وشيء جميل جدا كذلك. ولكن كيفاش يهتموا بهذا المظهر؟ كاين بوكو دو برودوي، كاين يعني كما نقولوا احنا عده طرق باش وين تروحوا، يقول لك الوسائل الجراحه والطب التجميلي، نستعمل الوسائل التاليه الى اخر ذلك. واش من الوسائل؟ وشكون اللي يدير الطب التجميلي والجراحه التجميليه؟ هل هاد الطرق عندهم اخطار ولا ما عندهمش؟ هل هي الطرق يعني تجيب نتيجه ما تجيبش نتيجه؟ شكون المعني؟ اسكو سي مسيو مدام تو الموند كي بان فيغ، يعني اي شخص يتقدم يقول له مرحبا بك نروح نسير لك الطب التجميلي ولا الجراحه التجميليه؟ كل هذه التساؤلات يعني تبقى مفتوحه. حاجه اخرى كذلك، نتكلم على الطب التجميلي، نتكلم على سوق الشعر لا كارفيسي. كثير من الناس يتقاسوا في الشخصيه تاعو كي يطيح لهم شعرهم، يعني نقولها بكل صراحه، وبعد ما يصيبوش حلول، يستعملوا بوكو دو برودوي اكسيتيرا، هذاك الشعر اللي راح ما يعاودش ينوض، هذه هي المعنى تاعها. ولكن نقدروا نقولوا بلي حاليا كاين حلول، كاين حلول راح نشوفوهم. الحلول هذوما ما يشقاش يروحوا البلدان المجاوره ولا يروحوا لاوروبا ولا لامريكا باش يقولوا يقوموا بهذه الميثود، هذوما موجودين في بلادنا وراحين تعرفوا عليهم. اذا هذا هو موضوعنا اليوم، ومرحبا بالتساؤلات تاعكم وبالاسئله تاعكم، وتقدروا تكلمونا على مجمعنا الهاتفي، راح نعطيكم الرقم من بعد. ولكن قبل كل شيء نرحب بضيوفنا او ضيوف عدد اليوم، ونبدا باستاذنا البروفيسور فريد ايت بالقاسم، استاذ بروفيسور مختص في الامراض الجلديه بمستشفى مصطفى باشا الجامعين. اهلا وسهلا استاذ فريد ايت بالقاسم. شكرا دكتور تواتي على الاستضافه. مرحبا بك. ونعطينا الفرصه باش نحيي الزميلات واللي حاضرين معنا في البلاطو، نحيي ايضا مشاهدينا الكرام. نعم شكرا. معنا كذلك الأستاذة بهلول مريم اللي هي مختصة في الجراحة والطب التجميلي، مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا، وتهانينا بحلول العام الجديد. شكرا أستاذ بلقاسم على أيت بلقاسم على التحيات الخالصة، ونتقدموا تهانينا كذلك للمرضى تاعنا اللي داروا فينا ثقة واللي مازلنا نتبعوا فيهم. ومعنا كذلك الدكتورة المبتسمة سيمباتيك والسوغيغ أوليف، الدكتورة أيت علي يحيى كريمة اللي هي مختصة في جراحة الوجه وزرع الشعر، يعني بكلام ثاني لا شيرجي فاسيال اي لا غريف دو شوفو. مرحبا بك. شكرا، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون اي بون اني بيان سور ا تو الموند. اي بان ما عليا غير انحني انا كذلك، ونتمنى عام جديد سعيد لكل الجزائريين وبالخصوص مشاهدين قناتنا قناه الحياه تلفزيون. اذا نتكلموا على لا شيرورجي اي لا ميديسين استيتيك. نقدروا نذكروا برقم مجمعنا الهاتفي هو 0561 32 32 82. نعاود وبدون شكل المخرج راح يرسموا في الشاشه 0561 32 32 82 0561 32 32 82. تقدروا تكلمونا، ومرحبا بالاستفسارات تاعكم، مرحبا بالاسئله تاعكم. اذا قبل ما نغوص في الموضوع راح نعرفوا واش هي الجراحه التجميليه والطب التجميلي. نطلبوا من المخرج يعطينا لانيماسيون 3D الاولى اللي تتكلم على الجراحه التجميليه والطب التجميلي باش نعرفوا بها. نعم، اذا انا نشوف بان الجلد يتكون من
ثلاث طبقات. الطبقة الأولى تسمى بما يسمى بالإبيديرم، ومن بعد الطبقة الثانية هي لوديرم، وبعد لو تيسي سوكيتاني. الجلد يحتوي على ما يسمى بالإلاستين، يعني ألياف إلاستيك. هذه الألياف هذه تلعب دور في لاسوبلاس تاع الجلد. إذا كان الألياف هذه يعني كما نقولوا حنايا فقدت المحتويات تاعها والنشاط تاعها، على خاطرش كاين ديزيدغاتاسيون، يعني الماء يخرج من الجلد بفعل الحراره، بفعل زيون انترافيولي، تقدم في السن، ربما بفعل هرموني. في الحاله هذه تبدا التجاعيد تبان، والتجاعيد هذه اللي تبان طبيعه الحال راح تخلق مشكل في الجلد تاع بنادم، تخلق سكون ابل لي غيد. وهنا يجي دور الليزر سكون ابل لو لازير، وبفضل هذه العمليه تاع اللازير نقدروا واسي ما يسمى بلو ريسيرفاساج، يعني نقوموا بتسطيح هذه الطبقه الخارجيه وازاله هذه التجاعيد. كما نشوفوا لو لازير اللي هو عباره عن ضوء عنده موجة خاصة وموجه للطبقة الخارجية للبشرة. نشوفوا هنا عملية شفط الدهون، يعني شفط الدهون تتم في كل مكان، يعني في جسم الإنسان، مام حتى تحت الذقن اللي عندهم، يعني ما يسمى بلو بوغلي سو لو مونتون. هنا شفط الدهون يتم بواسطة الأنبوب، والأنبوب هذا يقوم بامتصاص الدهون أو الشحم اللي يكون تحت الذقن. نفس الشيء بالنسبة لأسفل البطن، ما يسمى ب يعني لي بواني دامور اللي جايين كان نشوفوا هنايا. هنا عملية أخرى تسمى بالابدومينوبلاستي. الابدومينوبلاستي هما كاين سبع عدة ولادات البطن تاعهم يرتخي والجلد تاعهم يحبط. كاين كذلك الناس اللي يواسيو ان ريجيم دراكونيان كما نقولوا حنايا، يضيعوا الشحم ولكن لابو تبقى طايحة، وفي الحالة هذه نقوموا بعملية جراحية تسمى بالابدومينوبلاستي. نقوموا بنسيزيون أو فتحة تكون في أسفل البطن، ثم نقوم بإزالة هذيك لابو ولا ما يسمى بالجلد الزائد، ومن بعد نقوم بخياطة أو لا سيتور تاع ما يسمى بالعضلات لي غون دووا باش يوليو يشدوا نفسهم كما لازم الحال، ومن بعد نقوم بإن سيتور تيرمينال. وهنا نشوفوا كذلك صور أخرى تاع تقنيات جديدة. هنا نشوفوا ما يسمى بلا الميكرو ديرمابغازيون، كاين ما يسمى بالكريستو بيلورات اللي نواسيوهم في فوق الجلد، والبيلورات هذه راح تزيل أو تقوم بإزالة هذا التجاعيد إلى آخر ذلك، ثم نقوم بامتصاص هذا البيلورات بواسطة آلة خاصة. هذه تقنية من التقنيات الجديدة اللي تسمى بلا ميكرو ديرمابغازيون. كذلك كاين طريقة أخرى، الطريقة هذه تسمى كذلك نفس الشيء، نستعملها لإزالة التجاعيد، والطريقة هذه تعتمد على ما يسمى بسوائل، والسوائل هذه مثلا عندنا ما يسمى بالأسيد لاكتيك، وهذا الأسيد لاكتيك واش يدير؟ يعني يزيل هذاك ما يسمى بالتجاعيد وليزامبيغتي اللي يكونوا في الجلد، ثم نستعملوا مادة أخرى تسمى بلاسيد غليكوليك أو ما يسمى بلاسيد لاكتيك، نفس الشيء اللي يعطي كما نقولوا حنايا حيوية لهذه البشرة كي غاجوني وتولي يعني تشبيب هذه البشرة. وفي الأخير نقوم باستعمال ما يسمى بكرية صغيرة، هذه الكرية مصنوعة من الكربون لتعطي مظهر يعني شبابي للجلد. كل هذه الطرق الحديثة المستعملة، على كل حال نشوفوا بلي كان عدة طرق التي تستعمل، والطرق هذه كلها الهدف تاعها هو تشبيب البشرة. هنا نشوفوا بلي استعمال ما يسمى بلاتوكسين بوتوليك أو سكون أبيلو بوتوكس، واستعمال ما يسمى بلاسيد ياليرونيك، كاين كذلك بعض العيادات تستعمل إلى الوقت الحالي للكولاجين. كل هذه المواد المستعملة نقوم بإرسالها ده تحت الجلد في المكان اللي نحبوا إزالة منه الدهون وإزالة منه التجاعيد. طبيعة الحال تعطي نتائج، ولكن النتائج هذه لابد أو العملية هذه لابد من تكريرها ونعودوها باش نعطينا نفس النتيجة. بكلام ثاني ماشي معناها نقوموا بنتيجة واحدة أو بعملية واحدة وتبقى لنا مدى العمر، هذا يعني كما نقولوا الشيء لازم نفهموه. حاجة أخرى كذلك، كل هذه العمليات قلنا عندها دور صحيح. أنا نشوفوا هنايا باللي حتى إزالة
ما يسمى الدسم والشحن الموجود تحت الذقن ولا الموجود في أسفل الخد تاع بنادم، يعني كاين اللي عندهم الخدود تاعهم يطيحوا كما يقولوا احنا الكلاج الى اخر ذلك. اذا كل هذه العمليات هي عمليات تلعب دور كبير في تشبيب هذا البشره، وتلعب الدور يعني كما نقولوا حنايا في اعاده ربما الامل لهاد الناس اللي ربما فقدوا الامل ويقول لك خلاص انا راحت عليا، واحد فقد شعر تاعو، واحد ربما عنده تجاعيد الى اخر ذلك. لا، الطب الحديث حاليا يقوم بالشهادة، دائما نشاهدوا نفس الشيء، عملية استعمال لاتوكسين بوتوليكا والبوتوكس، استعمال كذلك لاسيد ياليرونيك، استعمال الكولاجين، واستعمال المولود الجديد ما يسمى بالبلازما غيشان بلاكيت، يعني PRP. هاد PRP اللي هو عبارة عن الدم تاع بنادم اللي نحيوه ونحيو جزء من هذا الدم ما يسمى بالبلازما، والبلازما هذاك نعاودو ننجكتيوه، نعاودو نمدوه حتى في المكان وين كاين التجاعيد، ويعطي نتائج يعني رائعة. نقول رائعة لماذا؟ لأن منه إليه، يعني كما نقولوا حنا من الدم تاعو إلى الجسم تاعو يا با دو روجي، وما كاش مادة خارجية. إذا أنا نشوفوا هنايا بلي هاد كل هاد العمليات على كل حال تلعب دور. نشوفوا إذا يعني على كل حال نشوفوا بوكو دو ميثود. الانسان كيشوف هاد لي ميثود كاع يدوخ، يقول لك انا واش ندي هذه وشكون اللي مليحه شكون اللي ماشي مليحه. اذا تساؤلات، ماشي انت اللي تعرف واش اللي مليح ولا واش اللي والم، ولكن طبيبك والاطباء حاضرين والاخصائيين حاضرين، وراح نبدا الدردشه معهم. نبدا معك بروفيسور فريد ايت بالقاسم، vous êtes spécialiste en dermatologie au CHU مصطفى. واش اللي يخلي الانسان يلجا الى الجراحه ولا الطب التجميلي؟ كاس كي بوس لا بيرسون الي فير لا شيرجي ولا لا ميديسين استيتيك. نعم، يعني في الميدان يعني نشوفوا كثير من الناس يعني يجيو يسالوا على يعني امكانيه تحسين نظريه البشره نتاعهم، وهذا راجع الى تجاعدات مثلا او ندبات يعني تكون يعني طبيعيه ناتورال، او في بعض الاحيان يعني هذه ناتجه على بعض الحوادث، حروقات او حوادث مرور مثلا، وهذه الحالات يعني تشوه المنظر نتاعهم. وهذه الحالتين يعني احنا في المستشفيات هذه الحالتين اللي نشوفها بكثرة، أما في حالات أخرى مثلا تغيير الأنف، تغيير يعني الشفتين. وليش تغيير؟ في ناس يعني مزعجين بالمنظر الخارجي نتاعهم، وفي في بعض يعني الأحيان تؤدي إلى خلق عقدة نفسية. نعم. وهذه العقدة النفسية تؤدي إلى إحراج في الحياة نتاعهم اليومية، وإذا هذه الحالات تؤدي إلى طلب يعني تحسين هذه الحالة الأصلية. إذا سمحت بروفيسور فريد أيت بالقاسم، قبل ما نجوز للأستاذة مريم بهلول، عندنا مكالمة. ألو 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 السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا، تفضلي. سلمت عليك على قاعدة دكاترة اليوم معك الحصة. نعم تفضلي. نعم ألوغ دكتور، اليوم عجبني الموضوع اللي درسته، هو طب وجراحة التجميل. كما على بالك دكتور باللي عملية التجميل في الجزائر راهي جديدة، يعني جات غير العوام هذا مجدد اللي بدات تنتشر في الجزائر. بصح كاين بعض الجزائريين كان اقبال محتشم على هذو مع عمليه التجميل، وهذا راجع بالطبع للامكانيات. كاين اللي ما عندهمش امكانيات باش يديروا جراحه التجميل، حابين يديروا جراحه التجميل بصح ما عندهمش امكانيات الماديه يعني بالنسبه للمال. نعم نعم فهم. وكاين نعم. اللي عندهم معتقدات خاطئه حول عمليه التجميل.
نعم جميل. من بعض المعتقدات الخاطئة دكتور أنه كان الناس حبوا بزاف يديروا شرط الدهون، عمليات شرط الدهون، بصح يكون عندهم تردد. وعلاش عندهم تردد دكتور؟ عندهم تردد كان اللي يقول لك داروا عملية التجميل بصح. نعم انقطعت المكالمة ولكن الفكرة وصلت على كل حال. نعم كملي كملي. نعم قلت لك كاين اللي يقول لك باللي كاين اللي داروا عملية شرط الدهون بصح توفاو يعني أثناء العملية. كانوا مضاعفات. نعم مضاعفات. نعم أنا حبيت نفهم برك اسكو باش نديروا عملية شرط الدهون يعني خطر على أثناء الوقت عادي أن نزرعوا من راسنا هذوما البيا وكاع ونعرفوا شنو نديروا. نشكرك المشاهدة الكريمة اللي اتصلتي بالقصة. لا شكرا على واجب دكتور بالتوفيق. وعلى كل حال حتسمعي الإجابة من الحضور من الأساتذة الحاضرين معنا. شكرا مرة ثانية. أستاذة بهلول مريم تكلم وقال البروفيسور أيت بالقاسم بلي بون الناس يواسيو دي زاكسيدون يواسيو بالك عندهم مرض خلالهم آثار إلى آخر ذلك يديروا الجراحة. وصحي لي ولا كنت مخطئ، هذه نعيط لها الجراحة الترميمية. نعم. واش هو الفرق اللي كاين بين الجراحة الترميمية والجراحة التجميلية؟ وبعد نجاوبوا المشاهدة الكريمة، تفضل. نعم شكرا. الفرق بين الجراحة الترميمية والجراحة التجميلية أنه في الجراحة الترميمية أن صرا حادث كسر مثلا صرا حادث كسر الجلد مثلا كما الحروق ولا صديق كي أيو أن أكسيدون كي أي دونك كي اونتريني ديفورماسيون. دونك لا حنا واش نديرو نرمو نعاودو نسقمو معناتها نسقمو كيما كان من قبل. كيما كان من قبل هذه عمرنا ما نقولو رجعوا الانسان كيما كان من قبل، من نقولو بلي نحسنوه لدرجه انه يتقبل يعني المظهر الجديد تاعو. بصح هذه تاع بعد مثلا حادث مرور ولا حروق ولا يرجع الانسان كيما كان، انسان ما يكذبش نحسنوه. لذا دائما في الوقايات تاعنا نديروا اكثر من الوقايات، بالكم ما تحرقوش، بالكم من حوادث المرور، بالك خاطر على بالنا مام تكون اكبر جراح ما راحش ترجعوا كما كان. هذه وحده. اما جراحه التجميل يعني جراحه التجميل سي اون شيروجي دو كونفور، سي اون شيروجي دو لام. يعني الانسان هذاك انت بالك تشوفه تبان كي تشوفه يقول لك ما عنده والو، بصح هو دخلاني عنده حاجه اللي راهي تاثر عليه وتضره لهذا الروحه. مثلا كما قال النيف الانف جراحه، خاصه جراحه راكي هنايا الانف. حنا شوف برك في تربيتنا كي كنا صغار اللي تلقى واحد مثلا نيفو طويل من اللي صغروا وحنا نكومبليكسيو في نيفو طويل او نيفو طويل او يعني ميم تلقى شباب يعني باسكو لا شيروجي استيتيك ولا ميدسين استيتيك سي اون ميدسين شيروجي دومبيليسمون اي كونت اوني جان اوني بو. مي كي واحد ياثر عليك ثاني كبوكو دو كومبلكس كي فون كو هذاك الانسان يشوف روحه ماشي شباب، هو ما خصو والو بصح يشوف روحه ماشي شباب ولازم له يعني جراحه تجميليه تحسين المنظر ماشي ترميم وتحسين. ولكن اليوم في حياتنا تاع اليوم كي نديروا جراحه ترميميه معناتها مع التقنيات الجديده اللي يخدم الترميم يخدم التجميل. بعدنا بكري نخدم نخيط اب سيرجي ولا ان بوان سامبل، دوكا الخياطه راهي يعني بتقنيه استيتيك تل مانيا غتكون نلحقوا الحاجه الشابه. استاذه بهلول اسكو نقدروا نقولوا بلي سان لوكس؟ يعني بس قلتي جاتني المكالمه قالت الثمن تاعها باهظ وما نقدروش، اسكو سي تان لوكس ولا حاجه اللي ولات نيسيسير؟ وانت تقولي بلي تقيس الشخصيه تاعو بالك المرض تاعو في العمليه ينقص بالك مورالمون ما يكونش مليح، واش تقول لنا؟ شوف انا باش نقول سي تان شيروجي دو لوكس الحاجه الانسان باش يروح يدير عمليه جراحيه عنده حاجه راهي تضر فيه معناتها لازم يداويها. ولي زابارونس لا غالب سورتو دون لي بيي سو ديفلوبي كيما حنا، وين تلقى العمليات الجراحيه هادو تاع ليستيتيك بيان ديفلوبي في لي بيي سو ديفلوبي، تلقى البرازيل هذوك وين المظهر هو كلش لي زابارونس. دونك هاد الناس اللي يشوف بلي المظهر تاعو لابارونس تاعو ماهيش عجباته راه يتالم باش يقول لوكس. انا بكري كنت صغيره كنت نقول واه سي شيرجي دو لوكس اي تو، مي كونت اون فوا لا سوفرونس كي ديغيار Ce n'est pas une chirurgie de l'X. Vous avez mal, vous souffrez, et si on peut faire quelque chose, on est là. C'est pour ça que les semaines de l'unouan, abadouha, ou anataïjouha. Quelles sont ses limites? Oui, bien sûr. Et ses résultats? Je vous parlais des limites, bien sûr. Docteur Aït Ali Yahya, merci.
toujours souriante, c'est bien. قولي لي نتكلموا على الجراحه هذه اللي انا نتكلموا عليها. على كل حال المكالمه اللي جاتنا قالت لك كاين ناس داروا مثلا شفط الدهون وماتوا. هذا واش معناه؟ معناه انها عمليه جراحيه. تفضلي. هي عمليه جراحيه وخاصه كي تكون خاصه لا كي تكون ديرها في تحت تخدير عام. Normalement, maintenant, on a tous les matériels, tout le matériel qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais comme je dis, on a mes patients. Maintenant, je ne peux pas me cacher la tâche. C'est impossible. C'est qui me cache le risque zéro. Ça n'existe pas. C'est pas qui te rajoute tard, mais après, il ne va rien t'arriver. Est-ce que je dirais un accident? Est-ce que c'est la même chose avec une anesthésie, même une anesthésie locale, même quand tu as des mordailles, tu as des un choc anaphylactique à la xylocaïne. Quand on fait une anesthésie générale aussi, on peut faire une réaction au produit. Donc, je ne peux pas assurer à quelqu'un que il y a zéro risque, c'est impossible. Le risque, il est minime. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le droit de faire de la chirurgie esthétique, d'endormir les patients et tout, parce que le risque, il est vraiment très, très, très faible. Mais voilà, on ne peut pas... دكتور بهلول انت اللي قلتي تبقى بقات محتشمه في بلادنا ولا المستمعه الكريمه اللي قالت لي بقات محتشمه في بلادنا هل صحيح بقات محتشمه انا نشوف يعني تقريبا كاين كثير اللي يقوموا بالبوتوكس لاتوكسين بوتوليك لاسيد ياليرونيك يعني ما عندهمش تكوين طبي ولكن يديروا الشهادايا دونك ماهيش نعم لا حبيت نرجع على يعني خطوره لا ليبوسيسيون كاين بزاف الناس يحسبوا بلي لا ليبوسيسيون حاجه سهله لا ليبوسيسيون شفط الدهون ماشي حاجه سهله كما قالت كاين مخلفات تاع توت لا شيروجي كاين بزاف مرضى يجوا ونقول لك علاش الناس راهي متخوفه ما عندنا نقولوا كي مثلا يتوفى ان اكتور ولا واحد معروف تبان لهم بلي الحاجه راهي كبيره وخطيره باسكو مات واحد اللي معروف شفط الدهون شفط الدهون كما كل العمليات ما كاش عمليه ما فيهاش لو ريسك واش لو شفط الدهون كيجونا ساعات نقدر نقول المرضى تقول لك يلا يبارك سمينه تقول لك نحي لي كلش حنا نقولوا لهم بلي شفت دهون خطره واحده نحي لي نحي لي كلش حنا نقولوا للمرضى تاعنا يا مدام ولا يا مسيو ما نقدروش نروحوا على 4 ريتلات ما نقدروش نحو 3 ريتلات على حسب وهو بعد واش يوزن المرضى ساعات يروحوا ينحوا فوق اللازم مثلا كان بالك طب صغار مازال ما عندهمش تجربه بالك انا كنت صغيره بالك كنت نحي 8 لترات دونك ما نقدرش نحي اكثر من 4 خاطش علاش مع هذيك الشحمه واش نحيو ما كاش غير الشحمه اللي نحيوها نحيو الدم الالكتروليات قادرين نروحوا لانيتا دو شوك تدخل الانعاش يعني راني ماسيون للانعاش ولذا احنا ما نجمش نقول لها لا لا خلاص دونجي ما ديريش راك زدت قلتها ونزيد نقول لها هذا طيب وجراحة معناتها الطبيب ولا الجراح اللي راح يشوفك راح يطلع قاعد الحسابات ياخذ كل الحيطة والاحتياطات باش يدير لك يعطيك قاع الظروف باش يدير لك هذا الشفط ولا الشفط ما نحيوش بزاف وكاين اون ريانيماسيون ابخي كي سو سوي كاين لباس وكاين كلش معناتها في كل شيء في كل مرض عندنا لي زافونتاج لي كومبليكاسيون وانما ماشي معناتها ما ديريش معناتها تروحي عند الطبيب والطبيب يفهمك كلش ويقول لك هم المخلفات ها واش كاين ولا راكي داكور ديري راح ننتقل لاستاذنا البروفيسور فريده بالقاسم ولكن قبل هذا نقول لك باللي كاين ربما ناس يجيب لك معاه فوتو يجيب لك معاه تصويره يجي لعندك العياده يقول لك شوفي انايا هاد لاكتور ولا هاد لاكتريس لازم تخرجيني هكذا يعني نشوفوا كاين ناس حتى مركب يعني بسيكولوجي يعني ان كومبلكس يعني اللي ربما بالك اللي دي ريسور تاع البسيكياتر يعني باش الانسان يروح يشوف الطبيب واحد اخر باش ربما ينحيلو هذا لو كومبلكس هذا بروفيسور فريد ايت بالقاسم نتوما في المهنه تاعكم كاين امراض الجلد نتكلموا على البسورياسيس الصدفيه نتكلموا على الاكزيما نتكلموا على الحروقات نتكلموا على الاكني بحب الشباب وكاين اللي الحب الشباب يخلي لهم لي سيكاتريس هل انتم بعد العلاج والى اخره ذلك وتصيبوا كاين دي سيكاتريس توجهوهم للطب التجميلي تفضل نعم مثلا ناخذوا مثل حب الشباب الاكني صحيح في البدايه فيه علاج بالادويه نتاع الاكني هذا نتاع حب الشباب لكن في كثير من الحالات يخلي ندبات دي سيكاتريس وفي المرحلة الثانية يعني في مرحلتين لازم نوجهه أو حتى الأطباء المختصين بالجلد يعني يعرفوا
il faut traiter les cicatrices. لازم العلاج نتاع الندبات هذه فيه كثير من الوسائل نتاع العلاج نتاعها. يعني علاج في مرحلتين. اما في بعض الامراض مثلا فيه مرض يصيب الشفتين يعني للافرا يعني والعلاج بالادويه ما يكونش فعال في بعض الاحيان يعني الزملاء او الزميلات يعني ممكن يساعدونا ويعملوا يعني كيلوبلاسي يعني ينحيوا قطعه من مكان اخر في الجسم ويوزعوها من 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 الشفتين, الشفتين نعم. و يعني يزرعوها في المكان هذاك وهذا يعطي نتيجه يعني مليحه. نعم. اذا شكرا بروفيسور ايتم القاسم. فواصل ثم نعود لحصتكم صحه سكان. نعود لحصتكم صحة سكان في الجزء الثاني منها وحنا نتكلموا على لا شيروجي الى ميديسين استيتيك الجراحة والطب التجميلي الابعاد تاعو والنتائج تاعو بصفة عامة بطبيعة الحال. اذا نكمل الكلام تاعنا وقبل هذا الشيء نذكر برقم مجمعنا الهاتفي او هاتفنا 0561 32 32 0561 32 32 82. مرحبا بكم، مرحبا بالتساؤلات تاعكم وحنا في الخدمه. اذا استاذه بهلول مريم، اش كنتي مختصه في الجراحه والطب التجميلي؟ يجيك كاش واحد ولا كاش واحده يقول لك شوفي انا نيفين اني با نورمال ولا انا ما عجبنيش روحي ولا عندي هنا سيكاتريس، يقول لك شوفي واش تعملي لي انا لازم نحي الشهاده. تقولي له مرحبا واحد وان شاء الله نواسيلك. ابدا كيفاش كوما ساسباس؟ ابدا. شوف برك لا تسمح لي برك نعاود ندير الفرق بين الطب والجراحه التجميليه في كلمه بسرعه. نعم. الطب يفو سافوار كي دو نوفيل تكنيك دو ميديسين استيتيك اللي راهي تخلي الجراحه تبعد صادير اون اريف ماتنو ان شيروجي سوفت خفيفه بارابور للسنين اللي كانت واش كان من قبل واش كان من قبل. الطب كاين في الطب التجميلي كاين لا سورينغ، في الجراحه كاين لو بيستوري وكاين تقنيات كثيره في الطب اللي خلات الجراح يدير الطب التجميلي والجراحه خلونا نطبعوا يعني الماكسيموم العمليات الجراحيه خاصه في الوجع باش كان الطلب الكبير كمي على ما يسمى بالليفتينغ. كلش ليفتينغ كلش كاين تقنيات دوكا تاع الطب الرينوبلاستين نديروها بالطب كاين يعني دوك الطب راهو يسمح لنا نطبعوا العمليه الجراحيه كاين تطور. نعم. تطور هذه باش المستمع الكريم يعرف بلي كاين تطور. المشاهد الكريم نعم مالفين نديروا. واش حبيت نقول باتنا راك تهضر لي على حاجه مهمه هي لا كونسلطاسيون سيتادير المريض كيروح عند طبيب ولا الجراح كاينه هذه مهمه كاين لا كونسلطاسيون. واش معناتها لا كونسلطاسيون؟ لا كونسلطاسيون ان الطبيب يسمع سكو فو لو باسيون نيكوت سكو فو لي باسيون نسمعوا ما هو المطلوب تاعو. حنا في الانتيروغاتوار تاعنا الانتيروغاتوار نشوفوا الطالب تاعو اللي لوجيك ولا اللي با لوجيك باسكو حنا انا كمام اون ريسبونسابيلتي. دونك يجي كنت مره درت معاك واحد وحكيت لك على واحد الطالب اللي ما عندوش لوجيك هذه سافا بيرميتر او ميديسان دي جون اوني بسيكولوج كون فاي او با دو فير ان بروفيل دو باسيون. هذا الطالب دوك تجيني كما قال بوانيي دامور ولا كا باين داير ريجيم يدير سبور كل هذا ديجا الي كومون دي بيان ستركتوري دون سا تيت. هذه وحده. ثانيا انا الطالب تاعو نشوف انا هو يهضر معايا نشوف الطالب تاعو لي لوجيك اوكي ومن بعد شفت بلي الطالب تاعو لي لوجيك بيان سور نفهمه لازم يفهم المريض كيفاش حتكون العمليه ما هم المخلفات واش راح يلبس واش اللباس اللي يلبسه ونخلي له الوقت دو لا ريفليكسيون ماشي تجي اليوم نوبيريك غدوه. هذه غلطه كبيره ماشي تجي صباح نوبيريك العشيه ماشي تبعث لي تصويره في الفايبر نوبيريك. لو كونتاكت اي تري امبورطون والمرضى تاعنا المرضى ولا لا كليونتيل و جينيرال دو كاع مزروبين باسكو دي فوا نونتوندي اون فوا دي بوبليسيتي تشوف بطن ماشي شباب ها سويت غروسيس وتشوف ان بيستوري هكذا يدير هكذايا هوب والكرش تولي شابه مي سي ماجيك. هذه كاع ما كاش منها باسكو كاين ان اكزامان ان بيلون افير نشوفوا الحاله ندومونديو كاع بيلون فهمت نفهموا المريض واش هي المخلمات ونقول له المريض فهمت بالك ما فهمش هذوك يجوا مزروبين او جاوا من الانتيغيور ولا يجي يقول لك
قال روح للدار، ها واش قلت لك، ها واش راح نحي لك، ها من المخلفات هكذا، خمم مليح ورجع لي دوزيام كونسلطاسيون. هذه لازم نقولها، نقولها للمرضى اللي راهم يشوفوا فينا واللي ما يعرفوش، باش تجي صباح نوبيريك العشيه، زيد نفهمك ها مخلفات، ها واش قادر يصرى لك، ها واش شوف خمم مليح، باسكو بارتو دو اكسبليكي واش كاين. يروح للمريض يرجع دوزيام كونسلطاسيون، ما خلاهمش ما راحش يخلصوا لا دوزيام كونسلطاسيون، زيد نهضر معاه، فهمت العمليه الجراحيه، فهمت شنو المخلفات، راك لاباس، روحوا روحوا، راك ما تخاف والو، روحوا العمليه الجراحيه. سي با كوم سا اي نو اون شيروجي بلاستيك استيتيك عندنا 3 فو، لو فو روج، لو فو اورانج اي لو فو فير. كاين اللي تعرف غير يدخل تعرف بلي رايح العمليه، بصح جو باس بار لي دو ايتاب، اي لي ستركتوري اي سي سكي فو، باينه سي لوجيك. كاين اللي صديق حبات دير بصح راجلها بصح كرشها هكذا بصح صاحبتها جارتها قالت لها فو با توشي جو خليها الوقت. وكاين لو فو روج تجي هي لاباس عليها من الفوق، ما انت تشوف ما تلقاش، او سي 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 با بيان، جو فو سيت فوتو، جو فو سيت اكتريس، انا حابه شاربي يولي هاك هذا هذا بور نو سي لو فو روج. دكتور استاذه بهلول، يجي لعندك تقول لك انا ما عجبنيش روحي، تقول لها يا ودي عندك كان فو روج شاعل خلاص انا ما نديرلكش وما يوالمكش، تروح تبدل طبيب واحد اخر وتولي بابيوني. دونك هنا في الحاله هذه اسكو الدور تاعكم انتم تقنعوها من الناحيه البسيكولوجيه ولا تبعتوها شي بسيكياتر؟ لازم نقنعها، لازم نلحق معها الحل، راني طبيبه، هذه ماشي جات عندي خلاص ما ندير لها روحي برا ما ندلكش، لا عندنا الدور انه بالعقل بالعقل نقنعها بشوي. لو كان تشوف طبيب نفساني ولا لا كونسلتاسيون نتاعي تتبدل تولي روح معاها بالعقل نشوف نقول لها بالك اي مشكل، ولا لازم نقنعها باش تروح تشوف طبيب نفساني ولا بسيكياتر، لازم ولا ندير لها بريه بلا نقول لها شوفي هذا بالك يقدر، لازم هذا الدور تاعنا ما خلاش باسكو تقدر تخرج من عندي تروح من الدوره. هذه واش راني نقول لك، هذه لازم اوني دي ميدسان اي اون سي سكون في او اون دي با يا سما مانا اون ديفيان دي كوميرسون. نعم عيب علينا. قبل ما نمرض الكريمه اي تاع يحيى والدردشه معاها ناخذ مكالمه. الو الو الو. وعليكم السلام ورحمه الله. السلامه، واش راكم لاباس؟ مرحبا بك تفضل. بون هنايا. نعم الو الو. الو وي السلام عليكم. نوفيه انا نسمع فيك تري بيان، سمعت السلام، ابدا السؤال تاعك تفضل. بون انا جون في عمري 62 سنه، عندي شعري بدا يطيح يفرغ في ليكوتي. ايوه. دونك راني حاب ندير عمليه زراعه شعر، بصح راني خايف ما عرفتش كيفاش، راني خايف من لي ريزولتا، بيسك انا كنت من شعر نحي شعري كامل وندير شعر فراسي كامل، ولا ندير زراعه شعر غير على مستوى الجانبين هكا وين شعري فارغ. وكاين سؤال واحد اخر، تقول تحوس على البورسونتاج تاع النجاح. تاع النجاح تاعش؟ بدون شك البورسونتاج تاع النجاح تاع العمليه هذه فقط. اذا شكرا على المكالمه. نعم هذه هي. شكرا شكرا يعطيك الصحة، وإن شاء الله تكلمنا كذلك عدة مرات في الحصص القادمة. كي معنية بالأمر أي تعليق يحيى مباشرة. على كل حال قبل ما يعني نقول لك باللي قعد معنا على المباشر، لأن هذا الجزء من الجراحة التجميلية حنتكلموا عليه من على واحد أربع دقائق خمس دقائق فقط، ما تروحش بعيد وما تبدلش لاشان قعد معنا. إذا هنا نكمل الكلام تاعي. لا توكسين بوتوليك، سؤال موجه لكم كاع مام البروفيسور فريد ايد بالقاسم. توكسين بوتوليك اللي هي البوتوكس نقولوها من باب الاشهار ولا حاجه، سي ان بوازون، سي اون توكسين، معناتها بوازون تاع بكتيريا. كيفاش يا عجبا نعطيوها حنا لا توكسين بوتوليك ننجكتيوها باش نحيو التجاعيد لتشبيب البشره لكذا وكذا وكذا، ولو كان كش ما يصير؟ تفضلي. صح سي توكسين، بصح حنا اون طونك ميدسان نعرفوا كيفاش نستعملوها بور جوستومون. اون طونك ميدسان نتكلم على الناس اللي ماهمش اطباء ويستعملوا البوتوكس. سي خطير خطير، هي في الحق لي كونتيتي اللي نستعملوهم ما حاش تقتل الشخص ولا، بصح مثلا كي واحد يدير بوتوكس في الجبهه يقدر الشخص هذا كي يطيح له لا بوبيير جفن
العلوي هكا مده شهر ولا شهرين ما يقدرش يخدم يقعد هكا. تقدر ثاني مرات تقيس العين اموسك دو لوي ويدير ديبلوبي ما يشوفش مليح. يفو فريمون ميتريزي سون لي بوين دانجيكسيون لي كونتيتي كون انجكت لي كونسنتراسيون اي بارفو يا دي يا دي كونتر انديكاسيون بار رابور او باثولوجي است كو لو باسيون ا اون مالادي او با. Donc normalement, mis à part un médecin, c'est très délicat. Justement, tu parles de les pathologies. Hein, par exemple, les diabétiques, les عندهم مرض السكري, les عندهم ارتفاع الضغط الدموي, les عندهم امراض les maladies chroniques الاخرى, يقدروا يقوموا بهذه العمليات هذه. Non, مرض السكر ماشي مشكل, même ارتفاع الضغط الدموي. Non, c'est pas un problème. مشكل ماهوش عائق. C'est plutôt les maladies auto-immunes, des maladies هكا. نعم. من بين بروفيسور فريد ايت بالقاسم, من بين لان دي غران كومبلكس يعني اللي موجود يعني عند الانسان هو كيطيح شعره. نعرفوا باللي ثلث رجال على اربعه يضيعوا شعر تاعهم, 3 اون سور 4 سون شوف اي اون فام سور 4 اي شوف يعني يضيع شعر تاعها. قدم هذا الوضع بروفيسور ايت بالقاسم, هل الشعر هذا يعاود ينوض وحده ولا عمره ما يزيد ينوض؟ تفضل. قبل ما نجاوب على السؤال حبيت نضيف على الشيء اللي قالته الأستاذة من قبل. نعم. صحيح, يعني هذا الشيء اللي تكلمت عليه في حالة الجراحة, جراحة التجميلية والترميمية, لكن هذا صحيح أيضا في حالة الطب التجميلي أيضا. في بعض الحالات الناس يعني تأتي وتطلب ليزر مثلا, وربما لما الطبيب يعني مختص يشوف باللي ماهيش سي با اون انديكاسيون لازم يقنعها ولا يقنعوا خاطرش فيه رجال بان هذا, ولازم المريض الانسان يروح على قناعه. واذا كان يعني في حاله ما قبل يعمل له هذا الليزر هذا او وسيله اخرى توكسين بوتوليك او الاسيد هيالورونيك ايضا, لازم في كثير من الاحيان يطلب موافقه من الانسان هذا, موافقه شفهيه فيربال, لكن في كثير من الاحيان احسن تكون هذه الموافقه كتابيه فرنسويه لو كونسنتمون ايكليري. ها هو الشيء اللي رايح نعمل هذا قانوني يعني من ناحيه القانون عرفي مورال في بعض الأحيان في قانوني. نعم, إذا كان يعني لا قدر الله صرا مشكل مضاعفة أو كذا يكون محمي هذا الطبيب هذا يكون محمي. دونك على هذه نلح يعني الزملاء باش يعني ما يتردوش على هذه النقطة. ولهذا اللي قلت قبيله الدكتوره كريمه ايت علي يحيى, كاين الناس اللي ماهمش دكاتره يعني ربما سواء ستاج تاع الاستيتيك هما ناوي يستعملوا البوتوكس, يستعملوا الاسيد هيالورونيك, يستعملوا لا كاربوكسي ثيرابي, كل هذه الامور هذه بدون معرفه المضاعفات ولا كاش ما صرا. كيفاش راح تدير يعني واش تعمل في العياده تاعها ولا في لو صالون تاعها؟ يقدر هذاك الانسان يفقد الحياه يعني باش نقولها بكل بساطه. اذا هذه يعني انسان ما يتوجهش فقط هكذا لاي واحد, كاين اطباء مختصين في الميدان. نولي اللي نقعد معك بروفيسور ايت بالقاسم, تكلمت لك على سقوط الشعر, كاين صح يهبط لهم المورال يعني فريمون قلنا بلي 3 اون سور 400 شوف اون فام سور 4 اي شوف ضيع الشعر تاعها كارثه بالنسبه ليها, تقول لك انا خلاص ولا هو كيف كيف يولي ما يديرش الثقه في روحه, يلبس له الشابو يلبس لا كاسكيت يولي يقول لك خلاص انا ما يولي ينحيه كاع دي فواي. المهم ما يكونش في وضعيه مليحه. هل السؤال يعني طبيا هذا اللي ضيع شعره كاين حالات وين الشعر هذا يعاود ينوض تلقائيا سون بروبليم؟ تفضل. نعم, في هالحالات نتاع سقوط الشعر يعني مختلفه. اول حاجه لازم فحص سريرا اكزامان كلينيك, ولازم نشخص هذا سقوط الشعر. في بعض الاحيان هذا السقوط يكون موسمي, اذا ما فيش داعي لي يعني اعطاء ادويه. في بعض الاحيان مثلا سقوط الشعر بعد الولاده
مثلا في هذه الحالات يعني مش داعي للعلاج. اما فيه بعض في بعض الحالات يعني فيه وراثة وعوامل أخرى. في أغلب الحالات. في أغلب الحالات ولا. فيها يعني ممكن كتجربة في البداية نحاول علاج بالأدوية، وإذا ما تجيبش يعني نتيجة ما فيش تأخر ربما في بعض الأحيان تأخر سقوطه. إذا كان ما فيش نتيجة يعني الحل هو دكتورة كريمة، وقبل ما نمر إلى كريمة أي تعلي يحيى لمختصة في زراعة الشعر هنا في الجزائر، نتبعوا كيف الانيماسيون 3D الثانية لتبيننا كيفاش تم هذه العملية. إذن هنا نشوفوا شعر تاع بنادم كي يبدأ كما نقولوا حنايا في لافاز أناجين. لافاز أناجين هذه اللي تحكم من عامين حتى لسبع سنين، وين الشعر هذا يبدأ يكبر يعني لا بوسي دي شوفو. من بعد مر مرحله ثانيه نسميوها لا فاز كاتاجين. في المرحله الثانيه هذه ربما يعني تدوم 15 يوم اسبوعين فقط، وتجي مرحله ثالثه وين تسقط هذه الشعره. ولكن اذا كان الانسان عنده افراط في الهرمونات بالخاصه هرمون التستوستيرون او ليزاندروجين، هنا تولي لا فاز اناجين هذه المرحله الاولى سريعة جدا، وبالتالي الشعر تاعو يبدأ يسقط بالعقل حتى تفرغ المكان هذاك اللي موجود فيه الشعر، وتظهر سكون لابيلا كالفيسي أو ما يسمى بهذا البقع اللي لا تحتوي على الشعر. الحل هنا هو زراعة الشعر. كاين تقنيتين، التقنية الأولى هي ما يسمى بلا اف او تي. لا اف او تي وين نحيو جزء من الجلد تاع بنادم الخلفي لا كورون، وهنا يحتوي على عدة يعني ملايين، ماشي ملايين ولكن دي ميليي يعني آلاف تاع الشعيرات. من بعد هذه الشعيرات هذه يتم الجراح ينحيها وحدة بوحدة، ثم يزرعها في المكان اللي ما لا يحتوي على الشعر ولا كمال مكان الصلع اللي فقد الشعر. التقنية الثانية واللي بلو مودرن يعني هذه الأخيرة لا اف اي او، هنا ما نقوموش ما نستعملوش البيستوري، ما نقوموش بالجرح، ولكن بعد عملية حلاقة يعني باش نقدروا نشوفوا مليح الأماكن تاع الشعر هذوك، نحيو بآلات خاصة الشعيرات هذه وسكون أبل بولب أو البصلات هذه الشعرية الموجودة في الخلف، وهذه البصلات كي نحيوهم نعاودوا نزرعوهم في المكان الذي لا يحتوي على الشعر. ولكن على يعني كل حال الكمية تاع الشعيرات اللي نتحصلوا عليها على حساب المكان اللي نزرعوا فيه، إذا كان الصلع كبير متوسط أو صغير جدا. وبالطريقة هذه هاد الشعيرات مهيئة من ناحية البيولوجية ومن ناحية يعني كما قلوا سيلبون جينيتيك الوراثية باش عمرها ما تطيح وتبقى مدى الحياة في هذا المكان. ولكن هذا الشيء ما يمنعش كذلك أن الشعر الآخر الأماكن الأخرى تقدر يصيبها الصلع اللي وين ما عملناش طبيعة الحال لاغراف. إذن هي طريقة خلابة أن نشوفوا كيفاش عاود تحصل على الشعر تاعو، وهذه التقنية تقومي بها الأستاذة اللي هي قدمنا وهي الأستاذة أو الدكتورة أي تعليحي أي تعليحية كريمة، أليس كذلك؟ سي اكزاكتومون سي اكزاكتومون. إذن حبيت نقول لك أنايا، هل العملية هذه يعني عند شحال من سنه انت تقومي بالعمليه هذه؟ درك 11 سنه. 11 سنه. هل النوعيه هذه من العمليات يعني عندها خطوره؟ على كل حال تكلمتي قبيله بين قوسين قلتي بان اي تخدير عنده خطوره. يعني واش كيف يتم كيفاش تتم لا كونسلتاسيون لا بروميير كونسلتاسيون يعني كما نقولوا حنايا الفحص الاولي، ثم كيفاش تتم العمليه؟ تفضلي. هي في الفحص الاولي لازم نشوفوا لا شوز لا بلوز امبورطونت، المنطقه المانحه منين حندي شعر، باسكو الناس مرات تحسب لهم بلي نقدر ناخذ من شخص اخر او من منطقه اخرى، خاصه ناخذ حنا من المنطقه المانحه التي هي الخلفيه. الخلفيه هذيك عمرها ما تطيح. ها عمرها ما تطيح اكزاكتومون. دونك كي نحيو منها ثاني لازم الناس يعرفوا بلي البصيله اللي حنحيها ما حاش تخلف وحده في بلاصتها، نحيها نحيها ملا غاسين، وشنو نحي وحده نخلي اربعه، نحي وحده نخلي اربعه، سا سوا با. دونك
on est limité في عدد البصيلات اللي نقدروا نحوهم. كل ما تكون منطقه المانحه كبيره كل ما انا نقدر نحي البصيلات. بصح كي واحد تكون عنده منطقه مانحه صغيره نحي عدد من البصيلات صغيره. كسا فادير سا فادير كو كل ما واحد تكون الصلع كبير كل ما النتيجه تكون ناقصه باسكو عدد البصيلات اللي ناخذهم يكون ناقص. ولكن يولي خير من اللي كان. توجور. هذه المعنى تاعها. انا واش حبيت نقول لك يعني والله نشوف الفيديو هكذا ونقول اذا كان خصوه مانيش عارف 3000 شعيره. لازم تنحي 3000 وتزرعيهم في 3000. نحوهم 3000 وحده بوحده ومن بعد نزرعوهم وحده بوحده. وشحال لازم الوقت؟ كثير من الوقت كثير. شحال كثير شحال؟ هي سا ديبون نقدروا نروحوا بين ربع سوايع حتى المرات 10 12 ساعه سا ديبون. هل هناك مضاعفات؟ هي التخدير هو نفس التخدير اللي مستعمل عند دونتيست. دونك اون فادير كي انستيزي لوكال. انستيزي لوكال. تخدير موضعي. تخدير موضعي دونك كشو راه رايح عند دونتيست. مي بون كيما قلت لك ما كاش حاجه ماشي خطيره في اون بو با دير ا كلكان يبا ريان فوز اريفي لكن تنخومو فيها في عياده يكون طبيب الانعاش اذاك شي واحد يدير اليرجي الحمد لله انا ملي نخدم جي جامي بروبليم مي يفو بروندغ توت لي صح وشحال يبقى الوقت هذه كلها تساؤلات يسالوها المشاهدين الكرام شحال من الوقت يبقى باش الشعر هذاك يعاود ينوض على الاقل 6 اشهر Au bout de six mois. بعد ستة أشهر يبان. ماشي ديك الغدوة خلاص سي بون. داير مع الأول الشعر اللي نزرعوه يطيح قريب كاع بعد 15 يوم 20 يوم قريب كلشي يطيح. شغل ما زرعناش. لكن تكون الجدرة لا غاسيل خلاص راهي في الكوير شوفولو. كوما سا سوبي أن شوك بالعقل بالعقل تعاود تنوض. À 3 mois, un cheveu, deux cheveux, trois cheveux, à 4 mois, un peu plus, à 6 mois, on a près 70% de la nature. On dit que c'est le temps pour que 100% de la nature. Qu'est-ce qu'on dit que nous ne sommes pas malades, mais les زبائن هذوما اللي يجيو لعندك تسال الله يقدر الشوف يعني كيفاش تشوفي الملامح تاعهم بعد لا ريوسيت ils sont heureux mais ça dépend شوف il y en a qui sont heureux parce que je leur explique Ça dépend de ce qu'on attend d'une greffe. Il y a des gens, ils disent une calvitie très très importante. Ils disent des colis, un habit noué qui m'a compte. C'est impossible. Voilà. Tous les chermes les machines. Tous les chermes noués. Chermes les acdo comme ça. Alors du moment que avant l'opération, ferme ou nous relou le résultat escompté, ce que probablement il aura, en général les personnes sont contentes. Voilà. Mais il faut نفهموهم نفهموهم بلي كيما قالت لك بوغ دوفينيغ اكزاكتومون كومون ايتي سي ديليكا غير لو كان واحد عنده فريمون منطقه اللي لازم نزرعوها صغيره هنا نقدر نرجعوه كيما كان قريب ابارتيغ دو كي لاج تقدر تواسي واش من لاج اللي تحبسوا فيه؟ ما كاينش اون ليميت داج ما كاينش اون ليميت داج باغ كونتخ باش نبداو مثلا كي واحد يجي واحد 80 سنه في عمره يقول تقول له اذا ما عنده حتى مرض وي اذا ما عنده حتى مرض باسكو اون جينيرال حنا اون بريفير نو با فير لي ديابيتيك دو با فير كيلكان كي ان بروبليم تهربوا على الامراض ماشي تهربوا ولكن تتفاداو يعني هذا تجميل وعلاش اون فا ميتخ اون دونجي كيلكان نخاف شويه دونك جو بريفير با فير اون بيرسون كي ريسك فوز بروفيسيونيل فوالا اكزاكتومون جو با ميتخ اون دونجي اون بيرسون استاذه بهلول مريم هل انتم كي تقوموا بالجراحه التجميليه او الطب التجميلي باسكو هاو دو بليز اون بلو ياخذ مكان الجراحه التجميليه تتحصلوا دائما على النتيجه اللي تكونوا تسناو فيها يعني باغ اكزومبل فوز افي تخاسي ان اوبجيكتيف ديتيرميني يعني عندكم هدف معين ومن بعد تصيبوا او هذاك الزبون ما عجبوش الحال ولا ما عجبهاش الحال تقول لك انا ماشي هكذايا ما خرجتينيش مليح يعني كيف يتم التعامل في هذا لو كان أغلبية الحال الزبون كما قلت الزبون ما عجبوش الحال ما نقدرش نسميه المريض لأنه هو مش مريض إلا ما راهوش عجبو الحال مريض نفسي بتاتر اللي يقلق روحو لا لا إلا ما راهوش عجبو الحال سك المشكل راهو بينك وبينه خاتماش كما قالت هي كلش يتخدم في لا كونسلتاسيون إلا مريض قال لكم فان دانترفونسيون ولا بعد النتيجه ما نو سي با بو لا صارت له مخلفات حاجه اخرى ولا من بعد النتيجه والمريض ما عجبوش الحال يا اني شاك تيرابوتيك صاف دير كو ما تفهمتوش من الاول ما تفهمتوش صافي سوا كو انا ما سمعتلوش مليح ما فهمتش مليح ولا هو ما فهمليش مليح هذه كاع باش نرجعوا على اهميه الفحص الأولي. La consultation est primordiale. L'entente aussi, bien sûr, par écrit ou soir. C'est médico-légal. Il te semble que Oustad Bahlou a une mukalma akhira à tous les cas, nous pouvons l'avoir, mais je vais laisser le signal. Allô. Allô, allô. Allô. Allô, تفضلوا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. السلامة. طبيب عندي سؤال. تفضلي. عندي حروق في الوجه. أيوة.
حبيت نعرف كي ندير عملية تجميل اسكو تأثر على خليقتي يعني الفيزاج تاعي يتبدل ولا كان نعتمد على طب الأعشاب ولا كاين طرق أخرى تنصحني بها؟ انا بالك لازمنا حصه ثانيه باش نتكلموا على الشيء هذايا، ولكن احنا احترام اللي راح نتكلموا لك على نعطيوك الاجابه. قعدي معنا وتبعي القناه تاعنا وشاشتنا شكرا. ان شاء الله تكون الاجابه. واحد فيكم بروفيسور ايت بالقاسم ولا استاذه بهلول؟ نعم تفضل. سيدتي عندها حروق في الوجه. الوجه نعم. هي قبل ما نقول لك هكذا لازم نشخص، لازم نشوفه. كاين بعض الحروق، كاين تقنيات جديده كثيره اللي راهي تحسن، ونقول مليح تحسن دوك نحسنوا دوك على حساب وراهي لا لوكاليزاسيون تاع المضرب وراه موجود الحريق تاعك، لازم نشوفوه. لا كاين في بعض المضارب نقدروا نقصوا من هذه الندبه، سي سورتو الحروق سي لا سيكاتريس. تقدر تكون جراحه للتحسن نجملوا بو امبيليغ، وتقدر تكون جراحه ترميميه مثلا اللي عندك نيكتروبيون نقولوا حنايا هذا تاعك هابط نقدروا نسقموه يعني توليو في الترميم. دوك الا كلش راهي لاباس وكلش فونكسيونيل عندك فرق في اللون، ولا الا كاين حاجه راهي جينيك هذه تمتم لازم تجي، لازمش نخليو باغ اكزومبل العين هنا تجبد تحت سكون ابل انيكتروبيون كي بو اسيشي لوي كي بو انيكتروبيون نيفو دو لا تانيك دو لا ليفغ انيكتروبيون نيفو وين كاين المفاصل وكاين جيل فونكسيونيل ارواحي هذه ترميمي. اما التجميل ما قدرتش نجاوبك، لازم نشوفك نشخصك نمس الجلده تاعك. وانا برك باش نقولها بلي كاين بزاف تقنيات اللي راهم يعني اون غارد ليسبوار اون غارد ليسبوار. وبهذه الكلمه تاع ليسبوار تقريبا نختموا الحصه. على كل حال بروفيسور فريد ايد بالقاسم، تكلمنا على لا ميسينيستيك على لا شيرجيستيك، تكلمنا على لا غريف دو شوفو كي في بارتي دو لا شيرجيستيك. واش هي النصيحه اللي تمدها لهاد الناس اللي ربما متشوقين يقول لك انايا جو فو شونجي لو فيزاج تاعي ولا المراه ولا راجل ولا حاجه، واش هي النصيحه اللي تمد لهم؟ تفضل. نعم النصيحه الاولى هي يعني تشوق هذا باش يحسن النظريه نتاعو. نقول لك جو في مون ايبوك يعني في العصر الحالي هذا يعني مفروغ منه، لكن لازم التغيير هذا يكون في المستطاع سو كي بوسيبل. وهذا هو الدور الطبيب او الجراح، يعني لازم يفهم يوضح يعلم الزبون مثل ما تقولوا يفهموا كالسون لي ليميت، ما هي الحدود نتاع الشيء اللي ممكن نمدوه له. نعم. وهذا لازم يفهموا مليح كما قالت الاستاذه، لازم نوضحوا له المساله. اذا كان حاجه ما نجمش يعني نوصلها لازم نقولوا حاجه ما نجمش نوصلها ولا ما توالموش يعني بصراحه. نعم. و ايضا حاجه اللي لحت عليها هي الحاله النفسيه في البدايه. اسكو سي كيك شوز دو فولو يعني دو ريفليشي او حاجه خطراش الموضه نتاع الانف نتاع الفنانه كذا فيه موضه اذا تحب تسوي لا مود. هذا شيء يعني مهم كثير. ونلح على حاجه هي لازم نعلموه مليح، واذا كان ممكن كتابيا. استاذه بهلول مريم، كلمه ختاميه جيست رابيدمون كلمه ختام باش الطب التجميلي دونكاتيك صح 30 طون يبداو يبانوا لنا شويه لي ريديول سكي بروبليم دام دي فوا. حنا نحسوا روحنا جان ونكشفوا روحنا في المرايا نبانوا عيانين مكرفصين. هذه هي دركا برك نقول لهم يعني لا كونسلتاسيون سامبل 30 طون كي بتي دي ريديول معليش نقدروا يعني نداويوهم ابارتيغ دو 40 طون يبداو لي سيون ابارتيغ دو 50 طون بلوس يطيحوا نقدروا نحسنوا ما نغيروش نحسنوا اون دون برك الانسان يحس روحو شويه مليح افيك دي تخاتمون كي يعني بلا ما نضروكم نحسنوكم باش انت كي تشوف روحك تحس روحك خير ونون بيلي. وهذا شيء مهم يعني ما بيان سور مهم يكون اللي عنده ليسبوار يخدم مليح يعني يشوفوا كل النتائج اللي تبع يعني الشيء هذا. ريستون اونون بيلي لا بيرسون ودايوغ كي تشوف واحد الا جات مراه ولا راجل جات وتقول جبد الفخون تاعو عرف بلي ما راكش جراح مليح. الا واحد يفيق يتخدم مريض ودوك انا نخدم مريض وتشوف وتفيق بلي تسقم
c'est que je ne suis pas un bon médecin. Les choses doivent se faire naturellement, on embellit, on ne change pas, on ne rajeunit pas, on embellit. On embellit. Oustada, docteur Aït Ali Yahya, Naam, Karima. Moi, je trouve que, heureusement, qu'il y a quand même l'esthétique parce que ça permet d'effacer des... On a toute l'impression qu'il est énervé, alors qu'avec un peu de Botox, il aura l'air plus épanoui. Parfois, on paraît fatigué, on a des cernes. C'est juste pour enlever les petits... petite chose qui donne l'impression qu'on est fatigué, qu'on est contrarié, alors qu'au fond, ce n'est pas ce qu'on ressent, nous, et ce n'est pas ce qu'on est. Voilà. Et on peut maintenant... Si vous permettez, je reviens à ce qu'a dit le docteur. En 15 secondes. 15 secondes. Voilà. On a dit le tab. On a dit la mode. La mode, c'est pour autre chose. Parce que quand on dit que je suis un peu plus tard, on dit que le docteur dit que je refuse. Je suis médecin. Je dis vos lèvres sont aux normes. Vous êtes belle. Restez comme vous êtes. Voilà. Bien dit. Et donc, je trouve qu'il y a un consensus. La médecine esthétique, la chirurgie esthétique. وانا نزيد نضيف ربما حاجه اخرى ونقول باللي كي تحبوا ديروا الطب التجميلي ولا الجراحات التجميليه توجهوا للطبيب لو ميدسان كي في دي زيتود لانه هو هنا ما كاش غير لاكت هذاك تاع شيروجيكال ولا ميديكال كاين ما قبل لاكت وما بعد لاكت يعني المتابعه وهذا هو المهم اليس كذلك بروفيسور عبد القاسم اذا وصلنا لنهايه عدد اليوم الوقت ما بسرعه ما شفناش لقائي بكم ان شاء الله قبل نشكر الحضور بروفيسور ايت بالقاسم بروفيسور اخصائي في الامراض الجلديه بمستشفى مصطفى باشا الجامعي شكرا الأستاذة مريم بهلول أستاذة مختصة في الطب والجراحة التجميلية شكرا وكذلك معنا الدكتورة أيت علي يحيى كريمة مختصة في جراحة الوجه وزرع الشعر شكرا كذلك شكراً. على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات أما أنا لقائي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في عدد جديد إلى ذلكم الحين أقول لكم سلام